يجينا بالجديد واحد من أجمل الأصوات التونسية. سعيد جدا باستقباله الفنان القدير محمد جبالي. مخر شوية مع عيدك مبروك. يعيشك عيد مبروك هادي، عيدك مبروك أنت والجمهور والمتفرجين. حاضر المهرجانات الصيفية ولا لا؟ الدنيا سخنت. حاضر، إيه ديما حاضرة. الممثل أكثر ولا المطرب أكثر؟ ليدو حسب الطلب، معناه موجود اللي يحب مهرجان معين محمد مع فرقة الموسيقية موجود، ولو أنا نسبق هذا العمل هذا جديد وخليه يوصل للناس على الكوميدي ميوزيكال على الصال. أنت بالأساس أولويتك ال عسل. عمل جديد يزم ياخذ وقت ويزم ياخذ حظه. قدمت الكارتاج؟ لا، قدمت الكارتاج عرض موسيقي، كارتاج مش توا عسل، خلي دور اكثر المهرجانات. بار كونتر قدمت الحمامات. دونك نجم نلقاوك السنه كان كل شيء لاباس ان شاء الله. الممثل في كوميديا موسيقيه عسل. اي نعم. ومحمد المغني في عرض موسيقي. اي نعم. كما فرقت العرض الكلاسيكي، ولو انه هادي راه الكوميدي ميوزيكال موجود فيها هو محمد جبالي نعرفوه، ويغني لي سوكسي نتاعو ويغني اغاني طربيه، لكن فيها تنفيسه وتفادليكه ومعلومه. ما فيهش برشا التزام بالهيبه نتاع الركح، يعني تنجم ساعات تصنع النشاز باش تحكي على حاله معينه، تنجم تقلد فيقبل منك لانك تمثل وقتها، بينما كمطرب اي انا هاني قلت لك انا لي دو كونسيبت معناها موجودين حسب الطلب. ولا عسل العمل الموسيقي التمثيلي المسرحي الجديد لمحمد جبالي حاليا في المسارح التونسيه عسل. نحب نغني على اللامي. قلت له قد رحت مع اللامي. قلت له بون الجمعه اللي فاتت جبت له على السول دو، قال لي مش وقت ما عنديش فلوس، ومشى خلاني وحدي. مشى وخلاني وحدي في اللاغي. وروح للدار جبت الغيدو وعمل دودو بجنب ميدو. احنا تو سامبلومون زرعنا ونخلف الناس. واحنا ضحكنا بالواقع نتاعنا هذا الطريف في الامر. سيتي سوبر مي فريمون سي ريغالي. محمد جبالي برافو. ضامر خفيف متنوع، ما كنتش ننتظر شي هذا مع محمد جبالي بالكل، دوك تفاجأت إيجابيا. فريز بيزون تونسي عرض عسل. محمد شفت لك بعض الصور على الانترنت، حسيت كأنك وليت مغروم برشا باللانتيكا برشا. هل أنا نكتشف في غرام جديد عندك ولا أنت كنت مخبيه الغرام هذا؟ هو كان الغرام من قديم من زمان، لكن بعد هكا مدة هكا بعد شوية، لكن بعد عاود رجعت للغرام. ما عادش ولا غرام ولا مرض، واللي رجع للمرض هذا صديقي كريم الشملي، هو من قصر الليل، هو معنا غران كونيسور في الحاجات هذوما، صديق عزيز. آلات موسيقية؟ هذوما آلات موسيقية قديمة. أنا كل جمعة تلقاني هادي ندور في السوق، بسوق سيدي عبد السلام، المروج، دراوين كل، واللوج مغروم برشا. معناها كيما قلت لك فما مرض كبير، معناها حتى كي نسافر الأكورديون اللي شفناه الأولاني وكيما هذايا أن كادو من واحدة عندي في الكلوب دو شون، لاماك هنا راهي فوق 100 سنة. والشيخ هذاك أنا وحدي توا قاعد ننظف فيه ونرجع فيه، معناها نحي له فك شوية حشاك الوسخ، خاطر عنده أكثر من 100 سنة. فما حاجات انا بيدي نصلحها ونريق لها، والشيخ عليك حاجه ممكن باش تترك وتطيش نعاود انا نحياها ونرجعها. هاي اي نعم. هكا يزم يقعد ولا؟ هيك هيك هي. هذه حكايه وحكايه، هذه كما قلت هديه من عند ربي. بما انه وليت كل بلاد نسافر، اول حاجه نسال عليها لي بروكونت وين فين نبيعوا القديم. فمشاركتي اخر مره في مصر منذ تقريبا في مهرجان الموسيقى العربيه، اول ما نوصل ديما تلقاني ساعات من الاوتيل نمشي دور نسال وين يبيعوا الحاجات الانتيكه. هبطت بلاصه ما نقولش وين البلاصه في مصر، نلقى هذا في حانوت صغير هكا مرمي الميكرو محطوط فوق. قلت له شنو الميكرو هذايا نحب ناخذه؟ قال لي ده بتاع عبد الحليم حافظ.
بتاع عبد الحليم حافظ بالحق ولا لا. حاجه عاملينها تشبه الميكرو عبد هو بيده هو بتاع عبد الحليم حافظ. انا ما حبيتش اطول معاه في الهضره باش ما يوليش يغني لي ولو انه مش رخيص. خذيته وصديقي كريم الشملي اللي هو كونيسور معناها عمل امتي ريشيرش يلقى هو بنفس الميكرو هذا لا مارك شور وغالي وقتها وحتى حد ما يقدر باش يجيب الميكرو هذا وقتها كان عبد الحليم حافظ. فالتو شيخ وساعات ما نصدقش لان هذا شادد الميكرو نتاع عبد الحليم حافظ اللي هو بيدو غنى. فما دي فوتو موجودين في بروفه هو محمد عبد الاب وفي حفله ما ميكرو. قداش شريته؟ ما نقولش والله ما افار به ولا لا؟ افار به هو قداش؟ هو افار به لا افار به بفلوس خليك هيك بفلوسنا 5 ملايين اقل شوي 4 تقريبا تتسمى ربح بالقدا اي لانه هذا يسوى قيمه أكيد فنيه أكيد كبيره أكيد برشا اكيد هذا باش نعمل له كادر صغير مع صديقنا كذلك زاد ارتيست هو شكر بن قبسيه من نابل مشينا خذينا ديمونسيون باش يتحط في يخدم يخدم اي نعم يخدم صاحبنا كريم الشملي هو الميكرو فيه كان فيه مشكل صلحه يخدم معنا كان برانشي ونجم نقولوا به حاجه فوالا باش يتحط في امتي معنا تابلو ما نحبش نقول صندوق افيك لي دو فوتو نتاع عبد الحليم اي يخدم اهواك واتمنى لو انساك اهواك واتمنى ما ننساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني شوي عبد الحليم وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والأدموع يفكرك أرجع تاني محمد جبالي الميكرو هذا مش خبيه شوية عنا ميكرو قيم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ محمد جبالي مش خلي لك المسرح أوكي. حكينا على عبد الحليم نغني شبار عبد الحليم حافظ
جبار جبار جبار. غربوني داوهوني غربوني للعمر.
فتني والعيون خدودي من هواه راح تبني يا ليلي. حب تصريح الكل مع بعضنا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خميس علينا هلا 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 الشوا هلا خدوني كامل الأوصاف.
صافتني والعيون السود خدوني من هواه رحت أغني عيني محمد جبالي. اللعبة متاعنا صحيح، لكن أنا نبدأ الجملة متاعي وأنت تكملها. أوكي. صحيح أنا مانيش الفنان رقم واحد في تونس، لكن صحيح مانيش رقم واحد في تونس، لكن من الأوائل في فترة من الفترات. محمد جبالي كنت الرقم واحد. وشو هادي مفماش واحد، أما نقول أنا فما كنت الأكثر طلبا أكثر نجاحا. عملت كارتاج وقتها كومبلي. أي دوميلا أي أي، واللي حبوه الفنانين في تونس واللي يطمح له أي فنان في تونس ما عملته. ما فماش، أنا حب نقول ما فماش واحد، لكن فما خليني نقول وهذايا على مسؤوليتي ما يسالش يفهموها الدعويش ولا، لأنه يلزم نقول أنا من أحسن الأصوات في العالم العربي مش في تونس فقط، وهذا يقولوه معناها موسيقيين معناها. لكن نغني لعمار الشريعي، كان غني في دار الأوبرا 9 مرات وحفلات هنا، وتغني مواضيع الصافي، وتغني في برامج يعني عربية، وتغني في مسارح، ويختاروني فيستيفال إكسان بروفانس باش نكون في دور مهم في كليلة ودمنة. الناس تعرف هذا، مش الكل، لكن خلينا نقول هذا تعرفوا الناس، وانه صوت ونعمل عند ربي محافظ عليه. بالعكس أنا لا ننشر بلاند كيف، والسهر مش برشي إذا عنديش خدمة، رياضي نكور مرتين في الجمعة. نعمة هذه يعطيها لي ربي محافظ عليها من عند ربي. فما حاجة في عمر معين كيما وديع الصافي كانت الترشيقة متاعه نقوله ب50 سنة وغيره وغيره وغيره، مش وكأنه هذا لحظ. والناس يقولوه، تسأل الموسيقيين الناس معناها دي يكون يسير، يقول لك محمد أكثر صوتي اللي جوست يغني صحيح، ما تسمعش ما تكونش تعب، ما تنساش. خلينا نقول ندخلنا في النقطة هذه، مرة في الفعل كونش تعب حاجة هيك باش تسمع حكا هكا نشاز. الحمد لله. سامحوني كانت دعوشت مرة في حياتي. مثالش تخليك في الدعوة. نجم رن مثل دور دعوة، أنا مثلت. مي ما نجمش هذه والله بالحق، معنا أصحابي القريب يقول لي محمد ما نجمش حبها هكا. أما ساعات يلزمك سيفري، ساعات هذه في مواقف مع ناس معينة تمنيت روحي نكون دعوة. تمن أنه ممكن أنت ترشق عربيا أي في 60 سنة، في 55 سنة، حتى 70-75 سنة. أنا توا تنبك صوتي وب معناها ركز موجود، هو ركز من قبل، لكن الخامة تتبدل. فهمت كيفاش نغني تونستي يعني من القلائل اللي نغني ألوان من الموسيقية الكل، وذا يعرفوه البعض من الجمهور والموسيقيين والإعلاميين. محمد يقنع يعجبني في الطربي، في الخفيف، إذا نقوله أنا ذات تسمية في التونسي، التونسي في الجو الهندي، في التكنيك، في الخانات، في المواويل، في الجواب، في القرار. طيب معنا أتو مومو محمد تعرش عليه معنا رقم واحد مثلا عند البعض. لطفي بوشنيق اللي بقى متجدد وكل سنه من السنوات يعمل لك هيت يسكت به الناس اللي يقولوا الذائقه الموسيقيه تبدلت. لا لا، يبقى لطفي شو من احسن الاصوات في مش في تونس في العالم العربي، واللي نحبه في الفنان الكبير لطفي بوشنيق، صديق عزيز وجاري، خدام بلغتنا. لطفي بوشنيق تمشي بحذاء الاستديو يقول لك ترى اسمع معي الاغنيه هي، لطفي بوشنيق يبدا شاد عود القاعده الحلوه عنده في الاستديو نتاعو في الكوجين، يعمل لنا تاي بنين برشا، ونقعد اخويا الاشعار قدامه وش يحفظ ما شاء الله عليه، خدام معناها. لكن اليس هو الرقم واحد؟ رقم واحد هو بيدو كان تقول له رقم واحد شنو رقم، فماش ترتيب هذه. شو انت فكرتني في حاجه والله زيد باش نحكي، لانه ممكن النجم يفهمها طرف فنان اخر على حكايه رقم واحد. فنان معروف حسيله يحكي لسي عبد الحميد بالعجيه، سمع اغنيه لدى ذكر اسمه، بعد ما سمعوا قالوا قريتش حساب الدم في القفله، قالوا كيفاش يا عبد الحميد جاي مع مطرب تونس الاولاني وتقول لي قريتش حساب الدم؟ هزاك مريتش عبد الحميد، قالوا كيفاش مطرب تونس الاولاني؟ معناها انت واقف الاولاني والمطربين كلهم صافين وراك. فالاولاني ذي ماهيش نقولوا من احسن الاصوات. لطفي حكايه اخرى معناها. صحيح ما نخدمش على خاطر الفلوس، لكن ما نجموش نعيشوا من غير فلوس، لكن انا بدرجه اولى نعمل في الحاجه اللي نحبها، وبالطبيعه لازم يكون فما مقابل. صحيح ما عندي حتى مشكل مع شكلي، لكن فرحان بشكلي ونحاول باش نحافظ على صحتي. وارتيست حتى دون ارتيست الانسان العادي لازم يحافظ على صحته، شويه سبور، شويه لهوه، شويه الحاجات. شويه زريرق؟ زريرق لا، زريرق لا، زريرق يمكن جربت مره وقت في مصر هكا في جبيل. شويه صبغه؟
صبغة جربت مرة صبغت في حياتي في المسرحية وجيبا يمي ذرت حسيت روحي بيزار. مش تخلي الشيب؟ مش خليه بتبيع. صحيح ما عنديش مشاكل مع زملائي لكن كل واحد عنده بلاس وكهو نحب ياسر القدر. فما لي صحابي براتيكمون يعني يومين باتصال ولكن تقابلوا نحملوا بعضنا ما نحقرش لكن فما البعطة حد بالسلامة بالسلامة. شو اللي حدد انه العلاقة تكون باردة مع فنان وتكون قوية مع فنان اخر؟ تصرفوا معاك محبته اذا اكيد ما تنجمش تكون فما محبة باللي بعد اذنك فكرت خاطر قلت على زملائي هو من اقرب الزملاء القراب لي برشا وحسيت على فريق امه وبعد فريق اخوه خونا حسين العفريت نقول له ربي صبرك خويا حسين وربي يرحم ميمتك واخوك هذيك الدنيا. نجدد له التعازي حسين العفريت ان شاء الله ربي يرحم الوالده واخوها زاد كيف في فتره حساسه. الوسط الفني مليان بالنفاق وبالترهدين صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح توا زاد اكثر والله وقت بدايتي انا كي بديت فما جالوزي منافسه تقلقيل شويه يمكن لكن توا لا بالحق بالحق. والمشكل المشكل فما برشا ناس للاسف تصدقهم ما نعرفش انا يمكن يصدقوهم اللي كيفهم اللي يتبعوهم اللي كيفهم زاد هما بينهم قلقاله وانا قلتها راه في غنيتي جديده واللي قلق قل له لاهي القاعده معك وفات. صحيح ما نتغشش فيس عليكن ما نتغشش فيس او بالي واسع اما كي نتنرفز نولي خايب بوني لا ما نولي خايب اما قليل نوصل لحالة. وشنو اللي يخليك تتغشش؟ اذا ما تفهمش حدودك نقول لك يزي ريد صبا عايشي صبا تا تا معناها كل الناس تعرفني سوى من الوسط وانتم ما تعرفون معناها بلي واسع ما نحقرش وناخذ بالخاطر ومتواضع برشا ساعات لكن هو صف بادير اللي باش تتمادى فيها تتمادى معناها نولي وقتها يخرج جبالي الورديه والعقرب واللي فيا والدنيا الكل. صحيح انا متواضع احيانا اكثر من اللازم لكن كي يلزم باش واحد نوقفه عند حد ونقول له راني متواضع سيفري اما راه رد بالك نولي نذكرك انا شكون. صحيح نكتب ونلحن ونمثل ونغني ونخرج مسرحيات لكن ما زلت نتعلم لكن نمتاز على وخاصة اللي الفنان من جيلي مغامر مجازف جربت وبرشا حاجات جربت نجحت فيها ومختلف وهذا كونني عداوات ومشاكل حتى من الوسط الفني. كنت معروف محمد جبالي المطرب بعد محمد جبالي المطرب يكتب ويلحن بعد بتخليه يمثل بعد وما شو مسرح تنشيط معنا فهمت كيفاش هذا كي تكون مختلف انا خدام ونغامر ونحب نجرب ونتعلم وحتى حاجه ما تشحتش نحب نصلحها فهمتي هذا يكون مشاكل لكن انا ما نقفش انا مادام عايش نجرب باش نهار ما نقولش يا مصاب جربت هذه نجرب نجحت ما نجحتش. باهي محمد فاصل قصير ونعود ضيفنا محمد جبالي. كهربا تمشي كهربا تجي كهربتنا الجديده واليس 619 تنجم تكون السياره هذه من نصيبك سهل برشا ابعث حرف ا على الرقم 85811 حرف ا على الرقم 85811 جاوب على السؤال حص عيد للجميع.